السؤال الأهم في الحلقة دي يا فندم اللي كل جمهور الإسماعيلي مستنيه، أنتوا استلمتوا النادي فيه كام؟ صفر. مش ولا أي حاجة، ولا في فلوس ولا في ورق ولا في مستندات ولا أي حاجة. استلمنا بيت خراب. يعني استلمنا بيت خراب. استلمتوا في لجنة سلمت؟ مفيش لجنة سلمت. كان في مدير تنفيذي رحل مع رحيل مجلس المهندس إبراهيم عثمان، ما كانش في أي حاجة تاني، مفيش أي مستندات تخص أي حاجة فيما عدا عقود اللاعبين. ما استلمتوش فلوس خالص؟ مفيش أي فلوس. على الورق النادي مديون لمجلس المهندس ابراهيم عثمان ب 60 مليون، بس فعليا ما فيش ولا جنيه في خزنه النادي. طب وانتوا سلمتوا النادي فيه كام؟ احنا سلمنا النادي برده ما كانش فيه فلوس. صفر برده. برده ما فيش فلوس، في ازمات، في عقود لعيبه. لا ما احنا جينا لقينا النادي كان مديون ب 60 مليون جنيه ضرايب. وصلوا بعد المجلس بتاعنا ل 70 مليون. يعني في 3 مليون تامينات، في حوالي 2 مليون جنيه كهرباء. دي مديونات الاسماعيلي على فكره. إيه؟ الازمات دي مش ولدت اليوم. واللعيبه قد ايه؟ كده اللعيبه عقودها هتوصل السنه دي لحوالي 100 مليون. 100 مليون يعني اللي جاي داخل الاسماعيلي ده عايز كام حالا؟ الاول عايز يحل مشكله اللعيبه اللي هربت. و يعني محتاج كام؟ رقم يعني محتاج مش اقل من 40 50 مليون. نرجع بعد الفاصل نشوف الحل ايه.